أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى أيضا: الرجال قوامون على النساء. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد كثيرا، وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: النكاح من سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني، كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كثيرا كثيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بشرى بشرى فاطمہ، میں اپنی وکالت میں جناب عمران صاحب کی صاحبزادی، جس کا نام بشرا بانو ہے، بعوض مہر 51,786 روپے ہندوستانی غیر معجل یعنی ادھار، جن کے گواہ جناب محمد حیدر رضا صاحب اور دوئم گواہ جناب مبین الدین صاحب تریامہ، جملہ تمام حاضرین کی موجودگی میں آپ کے عقد نکاح میں دیا، کیا آپ نے قبول کیا؟ جناب عمران صاحب کی صاحبزادی، جس کا نام بشرا بانو ہے، بعوض مہر 51,786 روپے ہندوستانی غیر معجل یعنی ادھار، جن کے گواہ جناب محمد حیدر رضا صاحب اور دوئم گواہ جناب مبین الدین صاحب تریامہ، جملہ حاضرین مجلس کی موجودگی میں آپ کے عقد نکاح میں دیا، کیا آپ نے قبول کیا؟ میں نے قبول کیا. اللهم علف بين آدم وحواء عليه الصلاة والسلام، اللهم علف بين إبراهيم وموسى وفرعون، الله تعالى، اللهم علف بين حضرة علي وفاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنهما، اللهم علف بين جناب محمد رسول الله وعائشة الصديقة رضي الله تعالى عنهما. يا پروردگار عالم، مولا اس سنت کے اندر مولا برکتیں عطا فرما. آمین. اللہ بالخصوص ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرما. آمین. اللہ مولا کائنات و حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جیسی محبت عطا فرما. آمین. بالخصوص اسلام کے دائرے میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. اللہ آپس میں حسن اتفاق عطا فرما، محبت عطا فرما. مولا اس رشتے کی اندر مولا قیامت تک رشتے کی اندر محبت اتفاق اتحاد عطا فرما. ربنا اعطینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللهم عید الاسلام والمسلمین والمسلمات والاحیاء والاموات انک سمیع مجیب الدعوۃ. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، كما قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا وصلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وصلى الله تعالى على آخر خلق نورتي محمد وآله وأزواجه وذرياته لبيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. حق لا إله إلا الله. سلام کر سلام.